السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني الكرام. سيشن اليوم هيكون عن موقع كانفا. موقع كانفا يمكن كتير مننا مش عارفين إيه هو موقع كانفا. موقع كانفا هو موقع لعمل التصاميم، إزاي أعمل تصميم وأنا ممكن ما يكونش عندي أي خبرة في عمل التصاميم أو استخدام التطبيقات زي الفوتوشوب والإليستريتور والتطبيقات الكبيرة لعمل الديزاين. موقع كانفا هو موقع عملاق التصاميم. يعني إيه عملاق التصاميم؟ هنتعرف عليه من خلال الدروس القادمة إن شاء الله، بس اليوم أول خطوة أنا هعملها معاكم إن شاء الله هو تفعيل الحسابات. يعني إيه تفعيل الحسابات؟ موقع كانفا هو لي ممكن أستخدم الحساب المجاني اللي هو الفري أو الحساب المدفوع. طيب الميزة اللي أنا هستفيدها اليوم، الميزة اللي أعرفها اليوم هو إزاي أحصل على الحساب المدفوع ولكن اللي هو البرو ولكن مجانا. خلينا نتعرف على الخطوات مع بعض. طبعا التصميم اللي عاملاه ده بالكامل هو باستخدام الموقع كانفا، وهحط لكم الرابط في صندوق الوصف. وخلينا نشوف ايه استخداماته الاول. انا ممكن من خلال موقع كانفا، طبعا في كتير مننا ممكن يكونوا عارفينه وتعاملوا معاه، لكن في بعض مننا لسه مش عارفين ايه هو موقع كانفا. موقع كانفا ممكن استخدمه كابليكيشن على الموبايل، وممكن ان كمان استخدمه اونلاين. طيب هعمل بيه ايه؟ ممكن اعمل منشورات واغلفه وقصص اللي هي الستوريز اللي بنحطها على الفيسبوك او على الانستجرام، او من خلال عمل البرزنتيشن العروض التقديميه. بعمل طبعا عروض تقديميه يعني غايه في الروعه. ممكن اعمل تصميم ملصقات واغلفه، اغلفه كتب. ممكن اعمل خلفيات لشاشه الكمبيوتر او لشاشه كمان الموبايل. هنتعرف كل على الحاجات دي كلها ان شاء الله. ممكن اعمل الشعارات اللي هي اللوجوز، ممكن اعمل اغلفه لليوتيوب اللي هو الكفر الخاص باليوتيوب، ممكن اعمل السيره الذاتيه، ممكن اعمل ملفات بي دي اف، ممكن اعمل كروت شخصيه، انفوجرافيك، كل شيء. ممكن كمان اديت على الفيديوهات، ممكن اعمل فيديوهات باستخدامه، ممكن اعمل بطاقات الكترونيه دعوه، يعني ممكن اعمل فيديو للدعوه. خلاص كل ده هنتعرف عليه من خلال الدروس القادمة إن شاء الله مع بعض، خطوة خطوة، استخدامات كانفا بالتفصيل. طيب. خطوات التفعيل، أنا هدخل على الموقع بتاع كانفا، وبعدين إزاي طريقة الحصول على، زي ما وعدتكم في الأول هوريكم إزاي أحصل على موقع كانفا التعليمي أو المجاني. هدخل على حساب كانفا وهدخل منه على الجزء التعليمي، ازاي افعل حسابي التعليمي. بعد ما هدخل بيه، هدخل بعد كده هعمل تسجيل بالحساب التعليمي، هيصلني كود الى الايميل، هنسخ الكود ده وارجع احطه عند حسابي في الكانفا، وبكده يكون مبروك عليكم تفعيل الحساب البرو. هوريكم الخطوات مع بعض عشان نقدر نشوف ايه الخطوات التفعيل. طيب قبل ما نروح على خطوات التفعيل، طبعا ممكن حد يقول لي طب ايه الفرق بين الحساب الفري والحساب اللي هو البرو او المدفوع. الحساب الفري طبعا بيكون موجود فيه كل شيء، يعني لو حد هيدخل بالحساب الفري فيه موجود حاجات كتيره جدا، بس في بعض الصور وفي بعض الادوات اللي هستخدمها زي ازاله الخلفيه من الصور، وبتكون في صور كمان عاليه الدقه. هنشوف ايه الفرق بين البرو وبين الفري ان احنا نحصل على الحساب الفري. البرو طبعا اهم ميزه فيه ازاي اني اعمل ازاله الخلفيه، ريموف الباك جراوند، ده ميزه رائعه جدا في الحساب البرو. طيب خلينا نشوف، ننتقل الى الكمبيوتر علشان نشوف طريقه التفعيل. اول خطوه هعملها اني هدخل على موقع كانفا، طبعا من خلال البراوزر هفتح موقع كانفا. زي ما احنا شايفين دي كلها الواجهة بتاعه الكانفا. لو انا عايز اعمل ساين اب او لوجن بيكون موجود عندي من الاعلى.
طيب ساين اب، احنا لسه ما عملناش اي تسجيل دخول، هبتدي مش هعمل ساين اب العادي، لا هنزل عندي في الاخر هنا تحت كده، وهلاقي مكتوب عندي كانفا برو از فري فور education، فور فري فور education. طيب يعني ايه؟ يعني ادخل من هنا كده اني انا تبع الهيئة التعليمية سواء طلبة او معلمين. طيب اقول له ساين اب ناو، هيظهر عندي بالشكل اللي امامي ده هنا كده، بعدين هيطلب مني اني اسجل اي ايميل اللي انا حابة ادخل بيه. انا هدخل ساين اب ويز ايميل، ساين اب ويز ايميل، هبتدي اكتب اسمي هنا، وبعدين هكتب ايميلي اللي هو في ايميل الوزارة اللي اخره اد ام او اي، من اي دولة ممكن، طبعا كلنا مستلمين حسابات الوزارة اللي بندخل بيها على تيمز، هبتدي اكتب الحساب هنا الايميل الخاص بيه هنا، وبعدين هكتب الباسورد اللي انا حابة، مش الباسورد الخاص بالايميل، لا يعني هنشئ باسورد خاص بيه هيكون لحساب الكانفا، واقول له get started it's free. بعد ما هعمل كده طبعا عشان انا مسجله بالاكاونت بتاعي، فانا بعد ما همشي الخطوات دي هيصلني ايميل، هيصلني ايميل فيه كود، هيطلب مني هو بعد الخطوه دي هيطلب مني كود، هيصلني كود الى حسابي، افتح الايميل الخاص بي، هيصل الكود عندي، ابتدي اخد الكود ده واروح احطه في حساب الكانفا، وبكده هيتفعل عندي حساب الكانفا المجاني. خلاص هو طبعا مش المجاني، هو الحساب، اعمل كده هدخل انا لوجن، هو طبعا مش الحساب المجاني، هو الحساب المدفوع ولكن هاخده بصفة مجانية. وبعدين الميزة اني ممكن كمان انشئ صف او انشئ فريق فيه، ممكن ادعو الطلبة عندي ان هم يدخلوا عليه واطلب منهم يعملوا تصاميم. خلاص لو اي حد طالب برزنتيشن مثلا، طالبه برزنتيشن لطالبه، ان هي من الاستراتيجيات اللي بطلبها ان ممكن طالبه تعمل تصميم للدرس، طبعا هيدخلوا كل حاجه جاهزه وكل حاجه مجانيه. ممكن ابتدي اضيف الستودنت عند الستودنت، يكون عندي فريق، او كمعلمين كمان ممكن اضيف معلمين يكونوا عندي داخل الفريق، وطبعا ممكن ادعوهم من خلال اني ارسل لهم لينك او ارسل كود. طيب خلينا ندخل على الايميل على الاكاونت من هنا، زي ما احنا شايفين هنا انا عندي اكتر من حاجة ممكن اقوم بتصميمها، وطبعا احنا هناخد الحاجات دي بالتفصيل في الشروحات القادمة. عندي البرزنتيشن، ممكن اعمل برزنتيشن، طبعا بيجي لي برزنتيشن ممكن انا اصممه فروم سكراتش، او ممكن اني استخدم القوالب الجاهزة الكتيرة اللي موجودة عندي هنا. ممكن اني اعمل اي حاجة خاصة بالسوشيال ميديا زي الانستجرام ستوري، اليوتيوب ستوري، اي شيء، او حتى الانستجرام بوست، اي شيء انا بختاره. خلينا نختار مثلا انستجرام بوست، هيظهر عندي مجموعة قوالب جاهزة انا ممكن اقوم باستخدامها. خلاص اي واحد من دول انا ممكن استخدمه، مثلا انا هاخد ده، شايفين كل حاجة بسيطة وسهلة ازاي فيه. ببتدي اضيف صفحات، ممكن اعمل ريبليس للصورة، استبدل الصورة دي بصورة تانية، ممكن عندي الاليمنتس هنا ممكن اقوم باستخدامها، اي اليمنتس عندي هنا عايزة اضيف حاجة، عايزة امسح حاجة، طبعا هشرح لكم الحاجات دي بالتفصيل ان شاء الله في سلسلة الشروحات القادمة. بس اهم حاجة انا عايزة اوريها لكم هنا عشان اتاكد ان الحساب بتاعي ده تم تفعيله، ان هو اهم ميزه موجوده فيه. انا هحط مثلا الصوره دي هنا كده، اهم ميزه انا بشوفها ان هي موجوده عندي هنا في البرنامج، ان ازاله الخلفيه. ازاي ازاله الخلفيه من الصوره؟ لو انا عايزه صوره البنت بدون الخلفيه اللي ورا، هعمل ايه؟ هضغط على الصوره هنا كده واقول له ايه، edit image، انا عايزه اعمل ايه، ريموف باك جراوند. طبعا عشان احنا نعمل ريموف للباك جراوند كنا بنستخدم اكتر من تطبيق او مواقع انا شرحتها قبل كده اونلاين. طيب احنا هنا بخطوه بسيطه او بضغطه بسيطه انا هعمل هنا ريموف للباك جراوند، نشوف ازاي.
وزي ما احنا شايفين هنا ان تم ازالة الخلفية من الصورة بس بضغطة واحدة، وطبعا كل ده ما كانش متاح في الحساب الفري، يعني اهم ميزة اللي هي بتاعت remove background ما كانتش موجودة في الحساب الفري، طبعا احنا حصلنا عليها بالحساب التعليمي او الeducation account. خلاص، طيب ايه تاني موجود في الeducation account؟ انا لو عايزة مثلا اي صورة، طبعا اي حاجة بمر من جنبها، يعني انا اختار مثلا عندي في الelements هقول له انا عايزة صورة فلاور او اي صورة، هشوف ان اي حاجة انا بمر من جنبها free، اللي مكتوب جنبها free. خلاص خلينا نشوف حاجة free، اي حاجة مكتوب جنبها free دي بتكون موجودة في الاكاونت الفري. اي حاجة مكتوب جنبها كلمة education دي اللي هي تبع الحساب البرو اللي انا حصلت عليه، خلاص بس اصبح ايه مفتوح ليا او متاح ليا ان ايه اقوم باستخدامه، اي حاجة من دي مكتوب عليها education. خلاص الإديوكيشن يعني الحساب اللي هو البرو. اوكي، زي ما احنا شايفين كده ممكن استخدم اي شيء، وطبعا هنشوف ازاي ان هقدر احرك اي حاجة موجودة عندي واعمل لها انيميشن جميل وحركة جميلة. انا لو هرجع عندي هنا كده هشوف عندي، لو رحت على all your design هروح على التصاميم اللي انا قمت بتصميمها عندي هنا، طبعا الاكونت ده لسه فاضي عندي لان انا كنت عندي الاكونت اللي هو ايه البرو. هنروح هنا كده شايفين التصميم اللي انا اشتغلت بيه بخطوات بسيطة، ضفته عندي من القوالب الجاهزة، استخدمته وعملت تصميم رائع وجميل للبرزنتيشن. ممكن اني اعرضه من هنا، اعمله بريزنت واعرضه زي ما احنا شايفين. ده انا عملته من الاكونت هنا كده بخطوات بسيطة اهي، وادي خطوات التفعيل وزي ما احنا شايفين، ومبروك عليكم الحساب البرو مجانا. وشكرا لحسن استماعكم، ولو عجبكم الفيديو او عندكم اي استفسارات اكتبوها وانا ان شاء الله هرد على استفساراتكم، وكمان انتظروني في الدروس القادمة هشرح لكم على طريقة استخدام واسرار الكانفا اللي هتفيدكم في شغلكم. وشكرا لحسن استماعكم مرة ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.